تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون عامرة إن شاء الله بالمعلومات الصحية التي إن شاء الله يعني تساهم في يعني إدامة الصحة والعافية عليكم. عموما هذه تحية أيضا لكل من يسمعنا عبر يعني أثير إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على DHA_Dubai عبر حساب الهيئة في انستغرام وحساب نور دبي على الانستغرام كذلك. قبل أن أبتدي معاكم الحلقة اليوم عندنا مناخذ هذه الرسالة الخاصة، لأن اليوم يعني ملتقى صحة الرجل يقام هذا الحدث من تاريخ 13-15 ديسمبر، والافتتاح الرسمي للملتقى اليوم إن شاء الله. عدد المشاركين متوقع أن يكون 400 مشارك وعلى 20 عارض وأيضا متحدثين كثار. فهذا الملتقى يقام برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، وبدعم أيضا من جائزة الشيخ حمدان بن راشد للعلوم الطبية وهيئة الصحة بدبي والاتحاد الدولي للمستشفيات والاتحاد العلمي العالمي لطب العائلة. تفاصيل أكثر من مدينة دبي الطبية ينضم لنا عبر الهاتف الزميل يوسف سعد. صباحك الله بالخير يوسف. صباح الخير محمود، صباح الخير أعزائي المستمعين والمتابعين لبرنامج صحة وسعادة. محمود أنا متواجد الآن في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، وبعد قليل سيشهد المجمع انطلاق الملتقى الأول في دورته والأول من نوعه على مستوى المنطقة في طبيعة المناقشات، وعنوانه ملتقى متخصص محمود في مناقشة قضايا وتحديات كل الإشكاليات المتعلقة بصحة الرجل. وليس هذا طبعا تحيز أو تمييز لصحة الرجل، لكن هناك الكثير من المؤتمرات الخاصة بالصحة بشكل عام. يا سيدي لقينا لنا شغلة حق الرجال على الأقل، أنا من بديت البرنامج ما في شيء حق. ولكن تعلم محمود وجميع الأعزاء المستمعين يعلمون أن هناك ظهرت مجموعة من الإشكاليات، مجموعة من الأمراض الجديدة، مجموعة من الأمراض السارية وغير السارية التي تستهدف الرجل بشكل خاص، ومنها مجموعة أمراض سرطانية، منها مجموعة أمراض القلب والأوعية الدموية حسب المؤشرات والمعدلات العالمية محمود بتحكي عن إصابة الرجل بمعدلات أكبر من المرأة في عدد من الأمراض المرتبطة بضغوطات العمل، المرتبطة بالأمور الاقتصادية، المرتبطة بالأحوال النفسية للرجل واللي لها أثار سلبية على صحته. لذلك يأتي هذا الملتقى فقط لمناقشة صحة الرجل وجميع الأمراض التي تستهدفه والتي يعني بدأت تنتشر على مستوى العالم خاصة بالرجل.
الملتقى كما ذكرت محمود بيحضره أكثر من 30 متحدث من داخل الدولة وخارجها، من كندا، من أوروبا ودول آسيا المختلفة. هناك كما قلت أكثر من 400 مشارك. الآن أنا أرى أن في توافد مكثف من الحضور على قاعة الملتقى. هناك 11 جلسة وفق الأجندة الملتقى، هناك 11 جلسة علمية وورشة عمل متخصصة. الملتقى سيناقش صحة الرجل من بداية من مرحلة المراهقة إلى الشيخوخة، أغلب الأمراض اللي هيتم مناقشتها والمطروحة على طاولة النقاش، أمراض المرتبطة كلها بالسمنة، أمراض القلب والأوعية الدموية عند الرجال، أمراض البروستاتا، العلاجات الطبية والجراحية، والجديد في أمراض المسالك البولية الخاصة بالرجال، ومجموعة من الأمراض الأخرى والمشاكل النفسية التي قد يقع البعض فيها أو تصيبه من جراء ضغوطات الحياة. بعد قليل محمود معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة صحة دبي سيفتتح هذا الملتقى، والملتقى كما ذكرت يركز في أيامه الثلاثة على قضايا صحة الرجل، هيركز أكثر على مناقشة مجموعة من البحوث العلمية التي تخص العناية والرعاية الكاملة بصحة الرجل. الملتقى، حضور الملتقى محمود كما ناقشت بعض المسؤولين في عن الملتقى أكدوا أن أنهم هذا الملتقى كمان يتميز بأنه سيتحول إلى ورشة عمل، يعني ليس شكل المحاضرات أو شكل المؤتمرات المألوفة، لكن المؤتمر بعنوانه سيخرج أيضا عن النمط المعتاد وسيتحول كل المناقشات إلى ورشة عمل وإلى بحث معمق في قضايا وأمراض صحة الرجل والحلول والتحديات المستقبلية والتوقعات بمعدلات الأمراض التي تشير إليها منظمة الصحة العالمية من وقت إلى آخر، حيث تشير المنظمة وفق تقديراتها إلى ارتفاع معدلات أمراض القلب على وجه التحديد في عند الرجال بحلول عام 2030. هذه كل هذه التحديات محمود على طاولة النقاش اليوم، كل هذه التحديات يشهدها هذا الجمع الكبير المكثف من أطباء ومن علماء ومحاضرين وخبراء من داخل دولة الإمارات وخارج الدولة. نعم، إذن كل الشكر لزميل يوسف سعد كان معنا من مجمع الشيخ محمد بن راشد المكتوم الأكاديمي للعلوم الطبية في مدينة دبي الطبية، ونقل لنا جانب من هذا الحدث ملتقى صحة الرجال. شكرا لك يوسف. طيب، الملتقى يستمر إن شاء الله على مدى يومين من 13 إلى 15 ديسمبر مثل ما ذكر الزميل يوسف سعد، وأكيد يعني صحة الرجل يعني من المواضيع المهمة، وإن شاء الله نخصص له يعني حلقة متخصصة ممكن نتحدث عن الجوانب اللي تناولها هذا الملتقى والأمراض السائدة اللي يجب أن يعي لها الرجال وكيفية الوقاية منها. بعيد عن صحة الرجل، من ذهب إلى صحة المرأة؟ يقول توصل الدراسة حديثة إلى أن تخسيس الوزن يرتبط بتراجع خطر الإصابة بسرطان الثدي، وأنه لا يوجد لعبارة فات الأوان في هذا الصدد، إذ أن أي خسارة في الوزن وإن كانت متأخرة قد تساعد على تقليل خطر هذا المرض الخبيث والخطير. فقد وجد باحثون بأن خسارة 5% من الوزن أو أكثر بعد الدخول في سن اليأس يرتبط بتراجع خطر سرطان الثدي بنسبة 12%، وقد استند الباحثون لاستخلاص تلك النتائج على تحليل بيانات أكثر من 61 ألف امرأة تجاوزنا سن اليأس كنا قد شاركنا في مبادرة صحة النساء، وهي دراسة ضخمة طويلة الأمد يقوم بها المعهد الأمريكي الوطني للصحة. كانت أعمار النساء تتراوح ما بين 50 إلى 79 سنة عند بداية المشاركة في الدراسة في الفترة ما بين
عام 1993 لين 1998. لم تكن أي من المشاركات أو المشاركات عفوا مصابة بالسرطان بحسب ما أظهرت فحوص تصوير الثدي الشعاعي عند بداية الدراسة. يقول المعد الرئيسي للدراسة الدكتور روان تشيلوبفسكي الأستاذ في قسم علم الأورام والأبحاث العلاجية في مركز مدينة الأمل بمدينة دوارتي بولاية كاليفورنيا الأمريكية. يقول تشير نتائج دراستنا إلى أن تخسيس الوزن في أي عمر يترك آثارا إيجابية على الصحة، كما أنه ليس من الضروري الوصول إلى الوزن المثالي للحصول على تلك الفوائد، وإنما أي خسارة في الوزن ستحقق بعض الفائدة. من الجدير ذكره بأن البدانة هي من عوامل الخطر المعروفة للإصابة بسرطان الثدي، ولكن الباحثين لم يكونوا يدركون ما إذا كان تخسيس الوزن من شأنه الحد من خطر سرطان الثدي، وما إذا كان هنالك وقت ذهبي للقيام بذلك ولا فائدة لتخسيس الوزن بعده. جرى عرض نتائج الدراسة خلال شهر ديسمبر الجاري في منتدى سرطان الثدي الذي عقد بمدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية. طيب، حتى سرطان الثدي ترى ممكن يصيب الرجال، يعني بنسبة قليلة لكن ممكن يصيب الرجال. عموما ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله ما نتحدث عن مركز دبي للسكري. مركز دبي للسكري حاز على إنجازات جديدة وحديثة، لكن اليوم طبعا طاقم البرنامج متغير علي اليوم. أحمد سلامة معي في التنسيق، ما ذكرت اسمه، صبحك الله بالخير أحمد. وأيضا في الإخراج بعد طول غياب عيسى سبيل. يا أخي اشتقنا لك دائما، يعني ما تكون في القلب. وعيسى من عيسى على فكرة أول حلقة طلعنا فيها من صحة وسعادة كان هو المخرج. ما بقول لكم بعد شرد لي كم ضيف. لا لا سولف. عموما أطلع معاكم فاصل، بعد الفاصل راجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اذاعتكم المميزه دائما اذاعه نور دبي. طبعا ارقام التواصل معنا 600551414 او عن طريق الرسائل النصيه على 4006. مستمعينا، يعد مركز دبي للسكري احد المراكز الطبيه المتميزه والمتخصصه في تقديم خدمات وقائيه وتشخيصيه وعلاجيه للمرضى من مختلف الفئات العمريه وفقا لافضل البروتوكولات والممارسات العالميه، وهو الامر الذي مكن المركز من الحصول على الاعتماد الدولي من قبل الاتحاد العالمي للسكري. طبعا نحن نتكلم عن هذا المركز وأهدافه والخدمات والإنجازات اللي تحققت من خلال استضافتنا يعني مجموعة من النخب العاملين في هذا المركز، بداية مع الأستاذ عبد الله جمعة مدير الشؤون المالية والإدارية بمركز دبي للسكري. أيضا معنا بيكون في الاستوديو الأستاذ أحمد سعد أخصائي التثقيف الصحي لمرضى السكري، والأستاذة رنا الدبوس أخصائية التثقيف الصحي لمرضى السكري. أول شيء صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالنور والعافية. طيب، يعني أنتوا ما شاء الله في مركز دبي السكري حاصلين على العديد والإنجازات. كان أسبوع لطاف عندكم إنجاز بعد ضخم نتحدث عنه، لكن عبد الله خلنا في البداية نتحدث عن المركز. شو الجديد فيه وشو الإنجازات وشو الأشياء اللي تحققت خلال 2017؟ نحن بدينا نسكر ملفات 2017. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة شاكركم على هذا الاستضافة الجميلة، ودائما أنا أقول يعني ما شاء الله برنامج أو إذاعة نور دبي وبرنامج صحة وسعادة في دعم مركز دبي للسكري ومتابعة يعني أنشطة وفعالياته، والهدف من هذا الموضوع زيادة يعني نشر الوعي بالنسبة لأفراد المجتمع
عن داء السكري وكيفية التعايش معه. مركز دبي للسكري مثل ما تفضلت أخوي محمود مركز تخصصي هيئة الصحة بدبي، وخدماتنا طبعا شمولية تخدم الإنسان المصاب بداء السكري بمنظومة مثل ما تفضلت وبروتوكول ويعني إجراءات عالمية الحقيقة وفريدة من نوعها، اللي هي يعني لا يتم فقط علاج الإنسان المصاب بداء السكري وإنما إدارة حالته من جميع النواحي. والهدف من هذا البرنامج اللي موجود في مركز دبي للسكري على أساس أن نحن نقلل إذا كانت هناك مضاعفات في المستقبل الإنسان المصاب بداء السكري، ومفروض أصلا يعني من المنظومة العلاجية اللي عندنا الإنسان ما يصاب بمضاعفات داء السكري بسبب البرنامج العلاجي اللي موجود. طبعا نحن بنتكلم إن شاء الله يعني خلال اللقاء هذا عن إنجازات المركز، وبنسلط الضوء أيضا على الاعتراف الدولي اللي حصل عليه المركز، اعترافين وليس اعتراف واحد إن شاء الله. خبرنا عنه. طبعا حصل مركز دبي للسكري على اعتراف دولي من المنظمة العالمية للسكري. المنظمة العالمية للسكري IDF تعتبر من يعني أكبر المنظمات العالمية في مجال السكري، معنية بالسكري. طبعا اعتماد المركز كأول مركز على مستوى المنطقة والمركز الوحيد على مستوى المنطقة، مركز دبي للسكري اليوم يعتبر مركز تميز لعلاج المصابين بداء السكري. هذا الاعتماد من المنظمة العالمية للسكري، والاعتماد الآخر أيضا كمركز تدريب وتثقيف للمصابين بداء السكري. ومركز دبي للسكري نعتمد نحن كثير على يعني دعم الإنسان المصاب بداء السكري بكل المعلومات اللي يحتاجها، لأن نحن نؤمن اليوم بأن داء السكري هو الإنسان لابد أن يعالج ويدير نفسه بذاته، فعلى أساس أنه يقدر يدير نفسه بذاته لابد أنه يكون عنده كل المعلومات وكل الاحتياجات وكل الأدوات بحيث أنه يعني يساعد ويستطيع أنه يدير نفسه بشكل ذاتي. جميل، يعني هذه نقطة مهمة جدا أستاذ عبد الله. أنا بنتقل إلى يعني الأخصائيين، أخصائي التثقيف الصحي في مركز دبي للسكري. عبد الله تحدث عن أهمية التثقيف وأيضا يعني توجه المركز لأن يكون من المراكز التثقيفية والتدريبية. فأبغى أتكلم معاكم، أول شيء ببتدي سامحني أستاذ أحمد، ببتدي مع الأخت رنا. أبغى أتكلم عن الجهود التثقيفية اللي أنتم تسوونها في المركز. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنه معظم المراجعين عندنا مثل ما طرحنا في المقدمة أنه يعني طريقة العلاج لا تعتمد فقط على أنه زيارة للطبيب فقط. عندنا طريقة العلاج بتعتمد على فريق كامل من خلال زيارته للطبيب وتحديد الخطة العلاجية مع المصاب بالسكر، بتابع مع فريق كامل منه أخصائي التثقيف السكري وأخصائي التغذية واختصاصات أخرى حسب حاجة المريض. ففي البداية بالتثقيف أو كعيادة تثقيف سكري بنركز على أهمية مناقشة الخطة العلاجية مع المريض، نعرف شو عم بيعرف عن السكر، شو الأشياء اللي بتهمه في البداية كعلاج. طبعا بعد مرحلة بنتم فيها تقييم المريض حتى نعرف بالضبط شو الحاجات المهمة لتساعده على العلاج. رح بيتم طبعا في من خلال الزيارة تسليط الضوء على الأدوية اللي بياخدها، طريقة العلاج، مساعدة المريض بطرق متعددة. فالتثقيف ما بيختصر فقط كمان على العلاج، بيختصر بنتطرق كمان بعيادات أخرى لعيادات الأخصائيات التغذية، بيحكوا عن طريقة تنظيم الأكل، إذا في رياضة،
كل هاي الأمور بتم مناقشتها مع المريض حتى نساعده على أنه يستفيد في المحصلة من العلاج بشكل أكبر. جميل. أستاذ أحمد، أنا هني يعني عطفا على كلام الخطرانة، يعني المركز يستخدم وسائل وتقنيات في العلاج، يعني أصبحت مرجع علمي وطبي على مستوى المنطقة مثل ما ذكر أخونا عبد الله. فأبغي أتكلم هني شو التقنيات وشو الأشياء اللي أنتم تستخدمونها خلتكم وأهلتكم أنكم تصلوا إلى هذا المركز. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا وجود التقنيات الحديثة شيء مهم جدا وأساسي صراحة، وبسهل على المريض انه يلتزم على العلاج، وبسهل عليه اخذ الادوية سواء كانت بالدواء سواء كانت بالبحوث العلمية. ففي مركز دبي للسكري احنا بنستخدم من احدث الوسائل من مضخات الانسولين اللي بتقوم بتوصيل الانسولين بشكل مستمر للمريض، واحنا دورنا كمثقفين صحيين بنعلم المريض كيف يستخدم مضخات الانسولين. كمان أيضا دخل الآن كأجهزة دقيقة وأجهزة بتقيس السكر، أشياء بتسهل على المريض وبتخفف الألم، مثل طريقة فحص السكر بمجسات الفحص، يعني هو جهاز يوضع على كتف المريض أو خلف الذراع ويقوم بقياس السكر تقريبا كل 15 دقيقة بدون ألم بدون وخز. وفي أجهزة أخرى بتسهل أيضا على المريض غير اللي ذكرتها، كثيرة جدا. إحنا وظيفتنا إحنا نسهل على المريض ونشرح له الخيارات الموجودة أمامه من أجهزة متطورة ومثبتة علميا، ونشرح له كيف يستخدمها بالطريقة الصحيحة. ممتاز. أنا بأخذ بس بقاطعك بالخير أستاذ أحمد، بأخذ عبد الوهاب قبل الفاصل. يعني تفضل عبد الوهاب. السلام عليكم أخ محمود. يا هلا، تفضل يا سيدي. يعطيك الصحة والعافية. يعافيك. نحييك ونحيي ضيوفك الكرام، وأنا أرجو المعذرة ما حفظت الأسامي، وإن شاء الله الله يعطيهم الصحة والعافية. أنا ببدأ من النقطة اللي العائلة تكتشف أنه يعني أحد أفرادها عنده سكر. يعني لازم أنا أقول العائلة يعني مثلا تعمل حالة طوارئ، يعني تعيد برمجة يعني تعاملها مع الفرد اللي عنده السكر، وتاخذ الى مثل ما تفضل الاخوان المراكز المختصه واخصائيين التغذيه، ويعني والنصح والارشاد ما ينقطع، لان يقولوا لازم يفهمون اذا هو بعد في مقتبل العمر ان انت وراك مستقبل، وراك هالامور، اذا ما اهتميت من الحين بعدين بتتعب في المستقبل. انت كشابه مثلا وراك مستقبل بتكملين دراسه بتتزوجين بتصيرين ام، وانت كولد وراك دراسه بتصير جامعه بتصير اب بتتزوج بيصير عندك عيال، لازم تهتم بصحتك وانت في العمر عشان يكون عندك وعي وتتكيف ويا يعني ويا السكر مالك. جميل. يعني محمود انا اخذت الكلام ما اعطيتك فرصه تتكلم. لا ابدا ما علي، انا بس لان عندي فاصل. عبد الوهاب عندك سؤال معين تبي توجهه حق ال؟ لا والله انا كل انا يعني بعض من افراد اسرتي واقاربنا عندهم سكر، لكن هم متكيفين مع السكر وما شاء الله متزوجين وعندهم عيال ويعني متكيفين ويا الامور هاي مع السكر، وان شاء الله نحن متفائلين خير انه المستقبل يبشر بالخير في اكتشافات علمية جديدة تساعد أصحاب السكر. أهم شيء أنهم زوجين وعندهم عيال. وشكرا على إتاحة الفرصة حبيبي. شكرا لك يا عبد الوهاب. إذا نطلع فاصل، بعد الفاصل عبد الوهاب تحدث عن مسألة مهمة جدا، هي عملية التعايش مع السكري وأيضا تغيير نمط الحياة، لأن يعني مسألة ضرورية أن الواحد يعي ماذا يفعل مع مريض السكري أو إذا كان هو مصاب بالسكري. ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله من نتناول بعض الجوانب الأخرى اللي منركز عليها من خلال الخدمات التي تقدم في هذا المركز المتميز. فاصل ورجعين. صحة وسعادة. وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل 600-55-1414 أو عن طريق الرسالة النصية على 400
6. لياقتك مو بهي الأولية عيسى، لأن زمان ما طلعت هي أنا على الهواء. عموما نرجع لموضوعنا الرئيسي. عبد الوهاب قبل الفاصل كان يتحدث عن أهمية التعايش مع مرض السكري. نحن ضيوفنا في الاستوديو معانا الأخ عبد الله جمعة، مدير الشؤون المالية والإدارية بمركز دبي السكري، الأستاذ أحمد سعد أخصائي التثقيف الصحي لمرضى السكري، وأيضا الأستاذ رنا دبوس أخصائي التثقيف الصحي لمرضى السكري. أنا برجع لك برجع عندك رنا، لأن عبد الوهاب كان يتحدث عن مسألة التعايش مع مرض السكري، يجب أن تكون هناك حالة طوارئ في العائلة وكذا وكذا، ذكر بعض الأمور، ولكن هي كلها تصب في موضوع التثقيف الصحي. أنت كان لك هنالك يعني بحث عن أهمية زيارة عيادات التثقيف الصحي، أبغي أخذ نبذة سريعة عن هذا البحث. طبعا ما شاء الله، هو الأخ المتصل حكى النقاط اللي احنا دايما بنناقشها مع المريض، انه لازم يكون في تعايش تام مع موضوع السكر او مرض السكر، وهاي النقاط كتير مهم انه كل مصاب عنا يستوعبها، انه مش نهاية الدنيا، لا، في تعايش وفي تعديل بنظام الحياة. هلأ طبعا احنا من خلال متابعة المرضى معنا بعيادات التثقيف السكري لاحظنا انه في كل ما زادت الزيارات عندنا كل ما كان في تطور أكثر وتحسن أكثر في تنظيم السكر. فهلأ في أبحاث عالمية وفي دول برا عاملين بحوث منها يعني بتحكي عن هذا الموضوع، لكن هون في عنا في المنطقة ما في أي دراسة كانت بتحكي، خلينا نقول أخذت العينة من المجتمعات الموجودة عنا. فكان العنوان البحث عندي هو تأثير، أو كل ما زادت عدد الزيارات لعيادات التثقيف السكر هذا بيأثر بشكل إيجابي على تحسن مستوى السكر. فكانت أول دراسة بتنعمل على مستوى الإمارات، ومن خلالها انعملت على عينة من مراجعين اللي عنا من اللي بيتابعوا عنا، فأخذنا هالعينة بشكل عشوائي. كان زيارات بتبدأ من شهر 1 2015 لكل المراجعين اللي تابعوا معنا بالمركز. اخترنا هاي العينة عشوائية من شهر 1 2015 لنهاية شهر 12 2015، وتم متابعة كل مريض على مدار سنة. طبعا كان المتابعة تتضمن انه مراقبة مستويات السكر بشكل أساسي، وبعض الفحوصات مثل ضغط الدم، التأثير على الكوليسترول. خلال طبعا متابعاتهم على التثقيف رح يتم مناقشة الأكل، العلاج، التطرق لكل هاي الأمور. فخلال كل شخص أو كل متابع عنا تم مراقبة وضعه الصحي خلال السنة بشروط معينة. النتائج اللي وصلتي لها من خلال هذا البحث؟ هلأ من النتائج بيّنت أنه كل ما زادت عدد الزيارات لعيادة عيادات التثقيف السكري كل ما كان في تطور أفضل. فكان النتيجة بتأكد هذا الشيء اللي احنا كنا عارفين ولامسينه، ولكن بهمنا انه يكون مثبت علميا من خلال أبحاث بتأكد هذا الشيء. جميل. بعيد عن الدراسات، هني في سؤال يقول هل يوجد دراسات عن أكل الحلى على الريق يعني في الصباح الباكر؟ ها دكتور أحمد. طبعا أكل الحلويات بشكل عام يعني بتؤدي إلى زيادة الوزن، ممكن هذا ممكن معرض مستقبلا إلى مقاومة الإنسولين وبالتالي إلى حدوث مرض السكر. طبعا كل شخص سواء مريض سكري أو مريض شخص ما عنده سكري، الاهتمام في الأكل إشي أساسي، وممارسة الرياضة إشي أساسي حتى لمريض السكر بالذات. فيعني لازم يكون في عنده نظام الشخص ما عنده سكر، ممارسة الرياضة وموضوع الأكل والاعتدال في كل شيء، هذا إشي أساسي. ضروري أنه يراقب وزنه. إذا كان الأكل الحلويات بشراهة وبيؤدي إلى زيادة الوزن، فساعتها لازم الشخص نفسه ينتبه للبصير حوله، يعني يراقب وزنه. إذا كان وزنه بزيد ووصل مرحلة السمنة، فهو الآن معرض للإصابة في مرض السكر. فأنا بنصحه أنه يهتم في الأكل،
ويهتم في الأشياء اللي ممكن يأخذها. الحلويات إشي يعني ممكن يأخذه بس باعتدال. وأخوي إذا ممكن أنوه بخصوص أنا دراسة كمان أيضا عملتها وكان من نتائجها إنه السلوكيات الذاتية للمريض لأكله، إذا كان المريض فعليا نظم أكله ونتائج الفحص السكر أو الـ HbA1c هو السكر التراكمي بيكون منتظم جدا. هذا حسب مقاييس عالمية أخذناها وطبقنا هذه الدراسة على 123 شخص سألناهم، وكان موضوع الأكل جدا مؤثر على السكر التراكمي. فنعم بالتأكيد موضوع الأكل لمريض السكر والأشخاص اللي ما عندهم سكر إشي مهم وأساسي. الدراسة كانت بعنوان شو دكتور؟ دراسة بعنوان تأثير الكفاءة الذاتية أو التأثير الذاتي والرعاية الذاتية، الممارسات اللي بمارسها الشخص سواء على الأكل أو الرياضة على نتيجة فحص السكر ضمن مرضى النوع الثاني من السكر. النوع الثاني من السكر. انزين، نحن منطرق لأنواع السكري ومنطرق لبعض الأمور بهذه في 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 مركز دبي للسكري، ولكن أخوي عبد الله يعني المركز مثل ما أنا أشوف يعني فيه له دور في مجال الأبحاث والدراسات الطبية والمشاركات أيضا في المؤتمرات الطبية العالمية. شفنا هذه الدراسات يعني موضوع مهم أن يتواجد عندنا مثل هؤلاء الأخصائيين الباحثين اللي دائما من خلال ممارساتهم الصحية والطبية في العلاج أيضا ما يغفلون الجانب العلمي أو البحث العلمي. هني عبد الله أبغي أتكلم عن نتائج هذه البحوث وأهميتها بالنسبة لكم أنتم كمركز دبي للسكري وأيضا للمرضى بشكل عام، وكيف ممكن تنعكس على الخدمات اللي راح تقدم من خلال مركز دبي للسكري. نعم أخوي محمود، مثل ما ذكرت أنت في البداية أن يعني مركز دبي للسكري اليوم مركز متخصص في علاج يعني علاج متميز للمرضى المصابين للسكري. نحن دائما نسمع بأن هناك بحوث من جامعات يعني أو من مؤسسات خارج يعني مثلا المركز، بس اليوم نحن الحقيقة عندنا الطاقم الطبي اللي موجود في مركز دبي للسكري عندهم الحقيقة اجتهادات كبيرة في بحوث خاصة لمركز دبي للسكري، والنتائج يعني خاصة لمراجعين مركز دبي للسكري. أنا الحقيقة عندي أكثر من شخص، عندي أطباء أيضا عندهم بحوث وبحوثهم تم نشرها، يمكن يعني ما قدرنا نجيبهم معنا في الحلقة، ولكن إن شاء الله في الحلقات زيادة عندنا فإن شاء الله في الحلقات القادمة بنيب المعنيين أيضا وبنبحث وبنتكلم عن مدى استفادة يعني مراجعين مركز دبي للسكري عن هاي البحوث اللي تنعمل على يعني المرضى اللي موجودين في مركز دبي للسكري. طيب ناخذ هذه المداخلة من الأخت حمدة رميثي. صباحك الله بالخير حمدة. الخير والعافية والسرور والورود والورد الجوري الحلو الفنان. ما شاء الله. هذا متأخرين في الصباح سامحونا. ما شاء الله خير أمرين يا حمدة. والله لا أمر عليك حبيبي أدو ولا ظالم إن شاء الله، أنت ولدي طال عمرك خليك طول عمرك يا ربي. بس حبيت سمعتكم تطرون على أساس سكر وما سكر. نعم. أنا الحمد لله ما عندي سكر ولا عندي قبلية سكر. لكن أبا أسأل عن الوزن. أنه أتكلم على أساس الوزن. زين. أنا أمك وزني تقريبا 63. وايد زين. أوكي. إنزين لكن طولي 148. ما شاء الله عليك. إنزين ما أعرف. كم عمرك أمي؟ وأنا كلي صحيح الحمد لله. كم عمرك؟ عديت 50 ولا؟ طفتي 50؟ لا أبويا عمرك طفتي 50 ولا؟ أنا الحمد لله 54. ما شاء الله تبارك الرحمن الله يحفظك. لكن أنا أقول لك أساسا عندي كوليسترول، لكن أنا أكلي صحي، بس كيف جايين لي الكوليسترول ما أدري. أنا أكلي صحي الحمد لله، أمك رعية بحر ما شاء الله عليك. ما تأكل إلا سمك، نادرا أكل دياي، مثلا الدياي يمكن الصدر ما لها طشونة بس وين ماشي دهون. اللحوم ما أكلهن مثلا، يمكن يوم ما يصير عند حد ولا شيء زياره، ها شيء بسيط. طيب. لكن اكلي كله صحي، ما قال النشويات والهذا اللي انا اكله اسويه. تسمعين لي جاره؟ لكن الكوليسترول حق جو
جايني شو يباني؟ يمكن معجب فيني؟ يمكن بعد الله تعالى. انا انعجبت فيه تحيل. انا اقول لك انا اصرح امك في البيت، لا في البيت اشتغل، لكن اني زودت لي ما قال برنامج رياضه لا. ما شاء الله عليك. انزين. لكن في البيت اشتغل بروحي، ما حد عندي خدام، امك ما عندي، بروحي انظف واخم واغسل واكوي واسقي زراعتي واسوق سيارتي واسير عزبتي، هذا كله بروحي. زين. لكن المشكله كرسنا شو يباني؟ ساعاتي وصل عندي 150 ساعاتي وصل عندي 250 ساعة 230 مخبر. هو معجب فيني ما أعرف. لا لا هم موضوع الكوليسترول أحيانا ما يكون له علاقة بالوزن صح دكتور؟ ولا ممكن حد ضعيف يكون ولا هذا الكوليسترول؟ لا لا أنا أقول لك أنا عندي بنت أخت وزنها 43 زين والله كان عندها الكوليسترول واصل 300 ما شاء الله. ضعيفة 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 والله بقول لك لو تمسكها تنكسر. استغربنا استغربنا عليها، قلنا له شو يبابك انت الدهون شو تبابك؟ ما اعرف شو شو من شو يطلع هالتخزين. من شو دكتوره؟ هلا هو مرات بيكون الـ ارتفاع الكوليسترول او الضغط مش له بالدرب 100% علاقه بالوزن، له في جينات وراثيه بتاثر، فممكن الشخص يكون. انا امي بنتي بدات انا ما اكل الحلويات، انا لهال الحلويات ما اكلها صح. اللي هم يشترون ان هذيل الباتي وماشي وماشي وما ادري شو اي حلويات انا ما اكلن، انا ما اكل تمر صح. حلوياتي التمر احط معاها فلفل فلفل شويه فلفل اسود. شو هاي بعد فلفل هاي يديد ها؟ فلفل اسود هالفلفل السوداء هاي زين امك ادقها واسويها مدلوش وعقلتهم اكل منها على وقت الشتاء زين. لكن لكن وقت الصيف ترى ما شاء الله الرطب والهذا هذا اللي اكله، اما الحلويات والله لو اروح مناسبات ولا شيء ما اقول لهم سامحوني ما اقدر على الحلويات. زين هاي ما فيها فيها ما فيها ما لي خلق ما شاء الله عليك. لان مشكلتي انا ما اكل الحلويات ولا اني امك اكل من ما بقول لك مثلا باسير مكان ولا شيء، والله اني امك انا اسافر خارج الدوله بروحي اطبخ، ما داني اكل مطعم مال المطاعم اللي برا ولا هني في بلادي اكل مطاعم مال برا زي. ولا في خاطري اموت يوع ولا اقدر اطبخ اقول بطعم اطلب من المطعم ما داني وايد زين. ما اعرف شو داخل مطابخهم لاني ما حدر فيها ما داني اكل منهم. امي حمده بخبرت انا انا اذا يوم من الايام فاضيه ولا شيء ايش جده دبي زين خبرينا مرينا الاستوديو. بديت عمرك انا يا ابويا والله يا امك انا شو ليسني من 30 سنه زين. امك دبي ما كنت وصلت قبل كان حد يوديني زين. من مر علي تنيبت حاضرين حاضرين من يبت لنا لان عليك يا تسلم حبيبي والله يرضى عليكم. بس المشكله ان هذا الكوليسترول حابني ما عاجب فيني ولا شو انا ما علي الحين ما خبرت شو تسوي. حاضرين جزاكم الله خير اسمحوا لي طولت عليكم. الله يحفظك ما شاء الله. يلا الله يحفظكم ويلا يحفظك. انزين يعني المستمع عندنا ام حمده اتطرقت لمواضيع جميلة جدا، أنا ليش خليتها تسهب في الكلام؟ لسبب بسيط أن كبار السن عندنا عادة يعني نتعب في عملية التثقيف الصحي عندهم صح. تكون يكون التعامل معاهم صعب، ولكن هناك ممارسات كثيرة تعملها الأخت حمدة بشكل او باخر تساهم انها هي تحسن من صحتها، ولكن هي تتحدث عن الكوليسترول. ما ادري شو علاقه الكوليسترول بالسكري. هلا هو في من ناحيه الكوليسترول او السكر في عندنا السكري والكوليسترول والضغط هم دائما بكونوا مقرونين في زيادة الوزن، إلا إذا كان في مثل ما طرحت مثال إنه وحدة وزنها قليل جدا بس عندها كوليسترول بيكون أكيد له علاقة بالجينات الوراثية. هلا الجينات الوراثية بتأثر سلبا على نسبة الكوليسترول أو الضغط زي ما حكينا قبل شوي، فلازم يكون في متابعة لتشوف. هلأ ممكن يكون العلاج هو الخيار الموجود، ممكن يكون ممارسة الرياضة، الامتناع عن بعض تناول الأشياء اللي ممكن ترفع نسب الكوليسترول، فأخصائية التغذية ممكن بهذا الجانب تكون أكيد بتساعدها على هذا الموضوع. هني دكتورة أبغي أكلمك عن طبيعة التغذية، يعني هنالك يعني في بعض المفاهيم اللي يتحدثون إن إذا أنا ما
أكلت أشياء معينة والسكريات ما أقرب منها أو 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 هذه مسائل كثيرة. هل هي مسألة صحية هذا المفهوم ولا يعني الواحد مفروض أن يأكل كل شيء ولكن باعتدال؟ شكرا لك على السؤال. هو طبعا وجود أخصائي تغذية معانا بكون يعني ممكن يجاوبك بشكل صحيح 100%، لكن بشكل عام الوجبة الغذائية لازم تكون متنوعة بتحتوي على كل شيء يعني ممكن يفيد المريض نفسه. حتى يعني الشخص اللي ما عنده سكر، وجود الألياف، وجود مثلا السلطات، وجود مثلا النشويات مش بكمية كبيرة. احنا نستخدم طريقة عادة اللي هي الصحن الصحي. الصحن الصحي هو عبارة عن صحن مقسم إلى عدة أقسام، ونصف الصحن بيكون كله سلطة مثلا أو خضروات أشياء فيها ألياف، أما النصف الثاني بيكون مقسم إلى ربعين، ربع فيه نشويات سواء رز أو خبز أو معكرونة مثلا، الربع الثاني بروتين بالإضافة إلى ألبان قليلة الدسم وقطعة فواكه. هذا هو هاي الوجبة الغذائية الصحية مريض السكر والمريض اللي ما عنده سكر. طبعا مع ضبط الحلويات اذا كان الشخص ما عنده سكري. دكتورة هلا كنت بس بدي احكي مداخلة بخصوص الست حمدة اللي اتصلت. هلا هي كانت عم تحكي انه بالنسبة للوزن انه هي عندها وزن مع انه اكلها كله صحي وبتمارس يعني نوعا ما الرياضة. هلأ زيادة الوزن كتير مقرونة بقلة الحركة. هلأ نحن عادي مرات ممكن انه الواحد بالضبط ممكن انه الشخص يتحرك حركة عادية لكن ما بيكون فيها مجهود حتى يحرق، يكون في توازن بين كمية الأكل الداخلي على الجسم او لا. وشغلة كمان تانية مثل ما زميلي احمد حكي انه اخصائية التغذية ممكن تكون اقدر على الاجابة على هذا السؤال، بس كمان في شيء مهم معظم المراجعين لاحظناه من خلال متابعاتهم معنا انه فعلا ما بيكونوا بياكلوا بس بيخلوا التركيز دائما على وجبة واحدة في اليوم. يعني ممكن يصحى الصبح بس قهوة ويضل وقت الغداء وعند العشاء ما يتعشى. فهذا جد يعني هاي العادة الغذائية سيئة جدا، هي بتزيد الوزن لانه بتعود الجسم على انه يحرق مرة واحدة في اليوم. فكل ما كانت عدد الوجبات مقسمة لثلاث وجبات بالإضافة لوجبات خفيفة وتكون مجموع السعرات الحرارية لهالوجبات هاي بالتنسيق مع أخصائية التغذية يعني معتدلة، هون بتعود الجسم يحرق في جميع الأوقات، فهذا بيساعد على عدم تراكم الوزن. هذه نقطة مهمة جدا، هي عملية الالتزام يعني اللي يحط في باله أنا باكل وجبة واحدة أني بنقص وزني، لا هي ممكن تأثر عليه بشكل سلبي. طيب عبد الله يعني باقي لي تقريبا دقيقتين بختم البرنامج فبخليها لكم، لكن قبل ما نختم يعني أبغي أتحدث عن مستوى رضا المتعاملين مع المركز وتقييماتكم الدورية لهذا المستوى، أيضا كم عدد المترددين عندكم يعني بشكل يومي أسبوعي شهري كيف تقسمونها؟ طال عمرك نحن بالنسبة لمركز دبي للسكري مثل ما ذكرنا في البداية أن البرنامج العلاجي اللي عندنا يعني اليوم المريض يراجع المركز يراجع أكثر من شخص الطبيب وحسب موعده يعني الفريق الطبي المعالج. نحن اليوم عندنا في المركز أكثر من 10,000 مراجع كملف يعني موجود ملف طبي، ولكن المراجعات تختلف على حسب المواعيد. ممكن يكون 100 150 إلى 200 مريض في اليوم يراجع المركز وكلا على حسب موعده، يعني سواء مع الاستشاري أو مع التثقيف الصحي والتغذية والقدم والتخصصات الأخرى اللي موجودة في المركز. نسبة رضا المتعاملين عندنا نحن إذا أقول لك 100% بعد هذا شوية يعني يفوق الصراحة الرقم هذا. الحمد لله اللي موجودين يعني يراجعونا كله مستوى رضاهم عالي جدا عن المركز، لأن أخوي محمود اليوم نحن نتكلم عن نتائج، نحن ما نتكلم فقط خدمات، نتكلم على نتائج ونتائج ملموسة سواء مراجعين المركز أفراد المجتمع واللي يسمع عن المركز. في نتائج عندنا ملموسة وفي يعني نتائج تحقق لأن نعمل نحن على يعني برنامج يعني طبي وبرنامج الكتروني
الإلكتروني يتم تقييم النتائج عندنا نحن بشكل شهري. نحن اليوم النتائج اللي نقيمها يعني مؤشرات الأداء المركز دبي للسكري سواء الطبية نتكلم حتى الإدارية لا تقارن اليوم على مستوى المنظمات أو المستشفيات اللي موجودة داخل الدولة, وإنما تقارن عالميا بشركات صحيح. أجنبية, لأن نحن أصلا من يوم افتتاح المركز اللي هو في 2009 24/6/2009 نحن المعايير والإجراءات والسياسات اللي نشتغل عليها دولية, فلهذا السبب كل المؤشرات الأداء الطبية اللي عندنا تقارن بشكل شهري دوليا. جميل, إنجاز كبير تحقق يعني في الفترة الماضية هو الحصول على اعتماد الاتحاد العالمي للسكري من خلال مركز دبي للسكري كأول مركز في المنطقة يحصل على هذا الاعتماد. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله الدائم, ولنا لقاءات دائمة معاكم إن شاء الله, لأن مركز متميز ودائما ما تتحفون بالعديد من المواضيع. اليوم تكلمنا بشكل عام عن مواضيع الأبحاث والنتائج اللي طلعت وبعض المواضيع العامة, ولكن إن شاء الله في الأيام القادمة منخصص حلقات معينة, لأن مرض السكري هنالك العديد من المواضيع التي يجب أن تخصص لها حلقات وتفرد لها حلقات. في الختام أنا توجه بالشكر الجزيل للأستاذ عبد الله جمعة مدير الشؤون المالية والإدارية بمركز دبي السكري, وأيضا دكتور أحمد السعد أخصائي التثقيف الصحي لمرضى السكري, ودكتور رنا الدبوس أخصائية التثقيف الصحي كذلك في مركز دبي للسكري. شاكرين لكم تواجدكم, شكرا لك عيسى سبيل بعد طول غياب, وأيضا كل الشكر لزميلنا أحمد سلامة كان معنا في التنسيق, وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي, وإلى الملتقى في الغد إن شاء الله. في الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.